بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم جديد الربح من الانترنت. اليوم ان شاء الله فيديو اخر عن جديد سوق العملات الرقمية، وسنتطرق فيه الى عملة البيت تورنت. وقبل البدء في الفيديو، المرجو دعم القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، واذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر لايك. ونبدأ كما العادة بالماركت كاب. القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية بلغت 116 مليار دولار، وحجم التداول اليومي 18 مليار دولار، في حين نسبة احتكار البيتكوين أو البيتكوين دومينانس 52%. أما عن العملات التي حققت ارتفاع مهم، نجد الـ XRP والموناكوين والبيتكوين كاش، في حين أن العملات التي عرفت انخفاض كبير نجد الكيو كوين والميكر والهولوتشين التي عرفت ارتفاع كبير جدا في بامب كبير في الأسابيع الماضية. وأعلنت الباينانس أن العملة المثيرة للجدل والتي أثارت ضجة كبيرة في الكريبتو سبيس مؤخرا، وهي العملة البيت تورنت توكن أو البي تي تي، أن التداول فيها سيكون متاحا على منصة الباينانس غدا على الساعة 10. وقد وزعت الباينانس ايردروب بقيمة 5000 بي تي تي للمشاركين، أي 5000 بيت تورنت توكن للمشاركين الذين شاركوا في عملية شراء توكن على المنصة، ولكن تعذر عليهم ذلك نظرا لحجم الشراء العالي على المنصة والصعوبات الفنية التي حالت دون إمكانية شراء هذه العملة، مما أثار استياء عارم من منصة الباينانس ومن مسيري ترون أيضا. وقد تم اقتسام 7.2 مليون دولار من عملة البي تي تي أو البيت تورنت توكن من طرف أقل من 1000 مشارك في عملية الشراء، مما يؤكد أن العملة سيتم التلاعب فيها، لأن الحيتان تمكنوا من السيطرة على جزء كبير منها، رغم أن الحد الأقصى للشراء كان تقريبا 20,000 دولار لكل مستخدم، أي لكل مشارك. وستستعمل العملة التي توجد على ترون بلوكتشين في تشغيل ميزة جديدة سيتم إضافتها إلى عملاء اليو تورنت أو البيت تورنت، من أجل الحصول على سرعة تنزيل عالية على هذين المنصتين. وقد نشرت مجموعة من الفيديوهات على اليوتيوب تتهم ترون والباينانس بالنصب والاحتيال واستخدام البيت تورنت توكن في عمليات بامب كبيرة للبي ان بي وترون، وكانت بمثابة فضيحة كبيرة لترون والباينانس. ومن المفترض ستكون عمليات بيع وشراء ضخمة لهذه العملة غدا، فهناك ترقب كبير من طرف مجموعة من المستثمرين للحصول على نصيبهم فيها والمضاربة بثمنها. ربما غدا سنشهد بعض الأكشن في الباينانس، خصوصا أن هذه العملة كان ثمنها تقريبا 0.312 دولار، أي ما يعادل تقريبا 3 ساتوشي. إذن ستكون حرب بين الحيتان الباينانس في ظل الهبوط الذي يعرفه سوق العملات الرقمية. ربما سنرى طلبات شراء وبيع بقيم خيالية، وهذا يبقى تحليلي الشخصي وليس نصيحة للاستثمار في هذه العملة. فنسبة المخاطرة تظل عالية جدا في ظل التلاعبات التي تشهدها منصة الباينانس. إذن فما رأيكم في هذه العملة؟ هل تظنون أن هذه العملة سيرتفع ثمنها أم سينخفض؟ أتمنى أن تتركوا تعليقاتكم، وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا لايك والمشاركة في القناة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.